السلام عليكم. ده درسنا اليوم والدرس ما قبل الأخير، درس 31، تقديم تناسبية، جدول أعداد متناسبة، صفحة 112. ده غناخد وضعية الأولى. يبلغ ثمن قصتين 14 درهما، وثمن 4 قصص 28 درهم. سؤال: أحسب ثمن 6 قصص وعشرون قصة وعشر قصص ثم 16 قصة. إذا هنا خصنا إلى لاحظتوا وضعت واحد الجدول، إذا خصنا نكتشف العلاقة العددية المناسبة بين عدد القصص و ثمنها بالدرهم. إذا لاحظتوا هنا الجدول كيمثل لنا عدد القصص، ثم عندنا الثمن بالدرهم. إذا لاحظتوا هنا العمليات اللي قمنا بها هي عملية الجمع. إذا لكان جوج القصص ب14 درهم وأربع قصص ب28 درهم، فإن 6 قصص بكم؟ نعم، ب42 درهم، لأن لاحظ 2 زائد 4 كم تساوي 6، ثم 14 زائد 28 تساوي 42. إذا الإجراء الأول استعملنا الجمع. إذا نمر الجدول الثاني. إذا لاحظ الإجراء الثاني شنو استعملنا؟ هنستعملو الضرب. إذا لاحظتوا ضربت في 3، مفهوم؟ إذا بالنسبة للجدول الثاني استعملت عملية الضرب، إذا ضربنا في 3. إذا كان ثمن قصتين ب14 درهم، فإن ثمن مثلا 4 قصص راه مثلا غيكون ب28 درهم. كان 4 قصص 28 درهم. لماذا؟ لأن 2 في 14 غتساوي لنا 28، لأن راه جوج في جوج غتعطينا 4، مفهوم؟ إذن 2 في 14 راه هي 28. وأيضا إذن إلا كانت 6 قصص شحال غيكون عندنا درهم؟ إذن غتكون عندنا 42 درهم. لماذا؟ لأن 3 في 2 شحال غتساوي لنا؟ 6، ياك؟ و14 في 3 راه هي 42، مفهوم؟ إذا ثمن 6 قصص راه هي 42، غدا نضربو في 3. إذا باش غنملؤو هاد الجدول اللي عندنا، إذا خصنا نملؤو. أول حاجة خصنا نطبقو قاعدة المرور. إذا شنو هاد قاعدة المرور؟ إذا عند الإنتقال من السطر الأول إلى السطر الثاني نضربو في نفس العدد، نفس العدد اللي هو كنسميوه بمعامل التناسب. إذا هنا قاعدة عامة، قاعدة هامة. عند الإنتقال من السطر الأول إلى السطر الثاني نضرب في نفس العدد اللي هو معامل التناسب. إذا لاحظ هنا 2 في كم كتساوي لنا 14؟ إذا نضرب نعم في 7. إذا معامل التناسب هو 7، إذا نضرب في 7. إذا عند الإنتقال من السطر الأول للسطر الثاني نضرب في نفس العدد اللي هو 7، إذا 2 في 7 غتعطينا 14. بنفس الطريقة 4 في 7 كم تساوي؟ 28. 6 في 7 كم تساوي؟ نعم 42. إذا غنوضع 42، ثم 10 في 7 70، 16 في 7 16 في 7 غتعطينا 112، ثم 20 في 7 غتعطينا
40. إذن هذا الجدول اللي عندنا كنسميه بجدول التناسبية. لماذا؟ لأنه يخضع لقاعدة للقاعدة، يعني عند الانتقال من السطر الأول السطر الثاني نضرب في نفس العدد، يعني نضرب في نفس العدد اللي هو عندنا سميناه بمعامل التناسب، إذن في نفس العدد، فهم؟ إذن فهو جدول التناسبية. إذن لما كانش كيخضع لنا القاعدة فهو ليس بجدول التناسبية. إذن غلتقي في فيديو آخر في التمارين اللي كتعلق بنفس الدرس تقديم تناسبية جدول وأعداد متناسبة.